التحريات لسهرة اليوم سوف نتناول فيه أحد أكثر الجرائم انتشاراً عبر التراب الوطني، وباتت تهدد بشكل كبير المجتمع الجزائري. عالجت مصالح الدرك الوطني لولاية عندفلا، راح ضحيتها الشاب في العقد الثاني من عمره. هذه الجريمة وقعت في منطقة جندل بولاية عندفلا، كان لها صدى كبير عن سكان المنطقة الذين لم يتعودوا على مثل هذه الجرائم. وكما عودناكم نعرض عليكم الوقائع ونترك لكم الحكم في الأخير. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من برنامج تحريات. هي بالسهل. ساكن. بتاريخ 15 ديسمبر 2017 في بلدية جندل ولاية عين الدفلة، أحضر أسامة المدعو شاكر إلى المستشفى. الكتروشوك شوف لوكسوجين جبل زيد لوكسوجين زيد مساج كاردياك دير خف كل خفيف خف زيد الادرينالين زيد واحد الادرينالين زيد زيد عند تقديم الأطباء الإسعافات الأولية توفي المدعو شاكر نتيجة الطعنة التي تعرض لها على مستوى أسفل الظهر. مدري يا زراطي هاي سيبا الله يرحمه ربي الرحمن إن شاء الله. ترنا اللي دارهم جاو جمال روح ضرب بوليس هاي قول له لاجي عيط الله لاجون دارهم. فورها تم اخطار قاعة العمليات للمجموعة الإقليمية لعين الدفلة. الدرك الوطني جندل نعم. بعدها تم تحويل المكالمة لفرقة الدرك الوطني جندل. مفهوم؟ مفهوم؟ مساعد أرسل برقية. تلقينا مكالمة هاتفية من قاعة العمليات. عفوا تعرض الشخص لطلب الحجة على مستوى الدار. واش من المستشفى؟ مستشفى جندل. قائد الفرقة وبعد إخطاره بمستجدات القضية قام بإبلاغ قائد الكتيبة للدرك الوطني حول المعلومات المتحصل عليها. حضرات المساعد تلقينا مكالمة هاتفية مفادها تعرض شخص على بطعن على مستوى الظهر بخنجر عمومة المنطقة التفليح بإقليم الاختصاص الطريق الوطني رقم 28. نقل لعين المكان واتخذ الإجراءات اللازمة. خبر سيد وكيل الجمهورية. وفيني بالمستجدات. برقية مفهومة. واصلها المساعدة. بتاريخ 15 سبتمبر 2017 تلقى مركز العمليات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعين الدفلة اتصال هاتفي من مستشفى جندل مفاده استقبال شخص مصاب توفي أثناء تلقي الإسعافات الأولية.
تقلقش. اعطيني ما تقلقش. انا لقيته جبتو. ما تقلقش. طايه جبتو. ما تقلقش مسروق. ما تقلقش. ما تقلقش. ما تقلقش. ما تقلقش. ريح. 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 نقدر نروح انا. ما تقدرش. نقدر. ما تقدرش تروح. كاين اجراءات خاصة يديروهم معك تحب تروح تروح. كاين اجراءات يديروهم معك تحب تروح تروح ماشي مشكلة. ريح ما تقلق من ما تقلق من والو. واش خصك ولا نجيبو لك لهنا ماشي مشكل. ما تطولش. ما ما تطولش دوك ربي. ما تطولش غير تبك ما تقلقش. مباشرة بعدها توجه قائد الفرقة مع أفراده إلى المستشفى لمعاينة الضحية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تلقينا اتصال جاكم واحد مصاب ورا. راه هنا عندنا في السبيطار. وريهولنا. تفضلوا. الشخص اللي جابوه لكم مضروب الحالة تاعو كيف راهي؟ جابوه لنا عايش شاف كان يريسبيري مضروب بسلاح أبيض في التوركس درنا اللي علينا وربي يرحمنا. معليش نشوفه. تفضل شاف ارتوف. الشخص اللي جابه ورا شوف مع لاجون سيكيريتي برا على بالو شكون اللي جابه شاف هذا هو السيد من السياره اللي جابه في سنه الرابعه. التقى قائد الفرقه بالشاب الذي احضر الضحيه للمستشفى وطرح عليه بعض الاسئله. السلام عليكم. خويا انت اللي جبت الضحيه اللي هنا كي لقيته كيف لقيته في البلاصه هذه؟ جات بالسياره تاعي انا لقيته هو يذبح من بعيد ومطلع هذه اليد ضربة أنا كي قلبت وسط الضربة جيت هنايا ويذبح بصوت شوية عالي رحت لعنده وأنا رفدته ديرك جبته وما دخلته عندهم. معليش خويا بارك الله فيك اللي درت الحاجة هذه راهي مليحة من فضلك أعطينا بطاقة الهوية تاعك. فورها توجه قائد الفرقة رفقة المدعو أسامة إلى المكان الذي وجد فيه شاكر. شاف كنت طالع الطوموبيل تاعي منه ما ديك هنا كل حفلة هنايا شفت لعندو سطوطاية في هذه البلاصة إكزاكت هنايا هنا إكزاكت هنا. حين وصول رجال الدرك الوطني لمسرح الجريمة باشروا بإجراء المعاينة الأولية مع وضع تشكيل أمني لمباشرة التحقيق. خلال المعاينة الأولية في المكان وجد قائد الفرقة قطرات دم. الرقيب الأول دير لنا شريط الإحاطة. فورها تم إحاطة مسرح الجريمة لمنع الفضوليين من التقرب للمكان. بعد تثبيت مسرح الجريمة وصل قائد الكتيبة برفقة خلية الشرطة التقنية والعلمية من أجل رفع البصمات والدلائل التي تساعد المحققين في فك لغز الجريمة. احتراماتي حضرة. ولكن احترام مساعد. حضرات بعد ما تلقينا مكالمة هاتفية من المستشفى مليانة مفادها شخص تعرض لطعنة الضحية توفى رانا تنقلنا لعين المكان مع الشخص اللي لقاه ولقينا بقع دم ودرنا شريط الإحاطة. ما كانش فضولين يدخلوا المسرح الجريمة المساعد. ما لقيناش حضرات. خلاص المساعد سلم مسرح الجريمة لأفراد الشرطة العلمية والتقنية التابعين للكتيبة. مفهوم حضرات. مساعد فضلوا المسرح الجريمة وحاولوا تلقوا لنا أدلة تفيدنا في التحقيق. مفهوم حضرات. مساعد ورينا مكان الدخول والمسلك اللي خذيته أنت يا فيك حق المسرح. مساعد دخلت منا تنقلت لهنا عند الحشيش لقيت أداة الجريمة.
في مسرح الجريمة عثر المحققون على عدة أدلة وقطرات دم من شأنها إثراء التحقيق. هذا رفعنا قمنا بالمعاينات اللازمة ثم رفع آثار بيولوجية بالإضافة إلى أداة الجريمة المحتملة اللي هي سكين، ورانا نرسلوهم للمعهد الوطني الأدلة الجنائية وعلم الجرائم من أجل إجراء الخبرة عليها. خلاص المساعد سلم الأحراز قائد الفرقة من أجل مواصلة التحقيق. رقيب نحو نشاط الإحاطة. ريثما انتهت معاينة الضحية، التحقت خلية الشرطة التقنية بقائد الفرقة لرفع العينات من كشط الأظافر للكشف عن البصمة الوراثية. هذه العينة رقم 5 اخذناها من عند الضحية، عبارة عن كشط الأظافر تاعو، ونزيدوها مع الأحجاز اللي تملك مسرح الجريمة، ونبعثوها للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الجرائم لإجراء الخبرة عليها. مفهوم. بعد تنقل أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بجندل إلى المستشفى، تبين أن المبلغ عنه شاب في مقتبل العمر، توفي بسبب طعنة على مستوى أسفل الظهر. خلال قيام فصيلة الشرطة التقنية بالمعاينات بمسرح الجريمة، تم العثور على سكين ملطخ بالدماء. على إثرها تم إرسال الدلائل المرفوعة من مسرح الجريمة إلى معهد الأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي بالعاصمة من أجل إجراء الخبرة العلمية عليها. على جناح السرعة تم عقد اجتماع مع المحققين وضبط خطة عمل لحل شفرة القضية. اليوم عندنا اجتماع عمل بخصوص قضية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد اللي راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، إذن باه نوقفوا المشتبه فيهم في أقصى سرعة. مساعد قائد الفرقة عليك بتنشيط عنصر الاستعلام وتكتيف تحريات من أجل توقيف المتورطين في أقرب وقت. الراقب الأول عليك بنشر الأبحاث من أجل تحديد هوية الضحية. مساعد رئيس خلية الشرطة العلمية والتقنية عليك بإرسال العينات المرفوعة إلى المعهد وموافاتي بالنتائج. مساعد قائد فرقة الأمن والتحري عليك الاستعداد لتقديم الدعم لأفراد الفرقة من أجل توقيف المتورطين. مفهومة؟ مفهوم. تفضلوا. حول المدعو أسامة إلى مقر الفرقة للاستماع لأقواله بصفته الشخص الذي أحضر الضحية شاكر. كيفاش لقيت الضحية شاكر؟ شاف أنا كنت جاهز بالسيارة تاعي، دائما أنا نخدم نص نهار، نص نهار تاع الشيار نروح في الرياح، جاهز بالسيارة تاعي عادي نورمال. لحقت عنده ستو رافد يديه، رافد هذه اليد ويتوجع. عاودوا لي. شكون دار لك هكا؟ شكون؟ شكون؟ شوف لي، دار معايا، دار معايا. شكون هذا اللي دار لك هكا؟ شكون؟ دار معايا. عاودوا نديك للسبيطار. نعاونك، نعاونك. تكا لي منه؟ نديك للسبيطار. تكا لي منه، غير بلاقل، غير بلاقل، غير بلاقل. تكاليه اصبر هكا، اصبر هكا، غير بلاقل، ما تقلقش، ما تقلقش. هو صبرت شو هكا؟ غير بلاقل، غير بلاقل. تك هكا، هكا، قعد هكا، قعد هكا، قعد هكا. نلحقوا باذن الله، نلحقوا. هكا
ديريكت لوبيتال. كي لقيتو كان حي ولا ميت؟ كان حي، كانت عنده ضربه في ظهرو، رفدتو اكزاكت في السياره تاعي وديتو لوبيتال ديريكت. كي رفدتو كاش ما قال لك؟ كاش ما عطاك اسم؟ كاش ما كانش قادر قاع يهدر، ما كانش قادر يهدر، كان يتوجع برك، ما كانش قادر يهدر وما عطاني والو. كي رفدتو كاش ما لقيت حاجه ثم في المكان؟ ما شفت والو، انا ما شفت والو، فتو ديريكت ديتو حطيتو في السياره تاعي ورحت بيه لوبيتال. اسامه بارك الله فيك، ما تقلقش، ما تكون حتى متابعه قضائيه ضدك. الله يحفظك الشيخ، الله يعطيكم الخير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بعثوا لي كونفوكاسيون. عطيني استدعاء والبطاقة الهوية. تم استدعاء أبا الضحية شاكر للاستماع لأقواله. عظم الله وجهكم الحاج، والبركة فيكم، ربي صبركم إن شاء الله. أجرنا وأجركم عند الله. الحاج باين طرا عليك بعض الأسئلة، تقدر تجاوبنا الحاج؟ إن شاء الله نقدر. حاج ولدك شاكر البارح وين كان؟ كان مقصر معنا انا ويمه. ايه الله يبارك. كل شيء راه واجد؟ كل شيء راه واجد وكل شيء ما يخص والو. والكاطو حطيتي قاعدين اش كاين؟ مازال كاين. يا كاين مدخل، كاين كلش، حاجه ما خصت والو. صح ضقت في الورا صحي قسم كوستيم، راك عارف تاع صحاب لي جان جاي. سما راه موجود روحو موجود. الله يبارك ربي يهني ان شاء الله. الملك يجي نهضروا معاه شويه على جال العرس هكذا. ها هي خلاص وشو ديك تيليكوم شديه اش كبر. انا عرفت هذاك الحاج بوغرك. ها المره اللي فاتت في الطفلة ما كانش هنا. وهذه الخضراء قال لي لا لا قال لي نجي به بولادو كاع. سيدي عرفتو قلت له. لازم نعرضو. يزعف. إيه ما يزعفش، ما كانش هنا، شنو باغي ندير؟ المهم يجي وخلاص هذا المالي. المهم كل شيء راه واجد وكاع راه معروضين إن شاء الله. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك عليك. الله يبارك. راه كيف بالطول. هاشم. ربي يحفظك من عيني. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا يمي. ربي ينورك ان شاء الله. وربي يحفظك ليا. ربي يحفظك من عيني يا وليدي. ان شاء الله ان شاء الله يا يمي. شتي وليدك يا راه شباب. الله يحفظك. ربي ينور ربي يحفظك يا وليدي. الله يسلمك. ربي يحفظكم ليا ان شاء الله يا بابا. ربي يحفظك. نشوفوا ولادك دائما. ان شاء الله يا يمي. الله يبارك الله يبارك. شوف يا بيبي. هتهرب كانت كي دارتهم عرض لي حبابي وعرض حبابك للغربة. الله يبارك. هم اللي خرج ما زلت شفته، هم بعد جاو قالوا لي باللي مات. ما تقلقش الحاج، ما تقلقش. تقدر الحاج تقولنا شكون صحابه اللي يدور معهم؟ ما نقدرش نقولك شكون هما صحابي. احنا في الحومة في مكة يحبوه وليدي ماهوش تاع مشاكل. مانيش عارف كيفاش كيفاش تصرى له هكذا. الحاج اخر مره كان مجمع فيها معكم كيش ما قالكم ماني رايح البلاصه ولا مشى عند صاحبه ولا جا عيط له كاش واحد صاحبه ولا خرج معاه ولا هي في الحقيقه اني شافي كي جا خارج ان شاء الله. بابا انا عليا دوكا نروح للحافه. يا حافه وشيه ان شاء الله انا نطلع وراك يفرح. تريد الله يفرحك يا ربي. ربي يحفظك. صح صح صح. شتي ولدنا كي راه منور. شتي كيفاش تيما كيف جات الله. الله يبارك الله يبارك عليه. ربي يحفظه ان شاء الله يعزك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. قلنا راني رايح عند الحفاف. هذه اللي شفت عليها. انطلق رجال الدرك الوطني في التحقيق، والبداية كانت بالذهاب إلى كل الحلاقين الموجودين في المنطقة لاستجوابهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
خويا حبينا نطرح لك بعض الاسئله في قضيه مقتل شاكر. تعرف شاكر؟ شاكر نعرفه بيت هونتي مات الله يرحمه. شحال عندهم اللي جهنا عندك المحل؟ شهرين هكاك موش يجي قال ما موش يحف عندي قال علاه واش كاين غير الخير برك ما كان والو في اطار التحقيق. بارك الله فيك نفسي. إذا في قضية قتل شاكر تفضل حضارات. شاكر تتعرفه مليح؟ نعرفه وليد حوم مظهر يجي حف عندي تقدر تقول صاحبي. وقتها المرة الأخرانية جا حفف عندك هنا في المحل؟ جا لي حففت له وغدا من ذاك زدت مشط له شعره وخرج منها فرحان وقال لي أروح ليلة عرسي أروح تعشى وكان نهار عرسه. كي جا عندك جا وحده ولا كاش ما جمعه واحد؟ جمعه واحد. السيد اللي جمعه تعرفه ولا ما تعرفوش؟ أبيبري يعني شاف عليه نشاف عليه شوية. وكان عرضوا عليك صور تقريبية تقدر تعرفه ولا ما تقدرش؟ وي شاف نقدر نعرف. تقدر تفيدنا بنوع السيارة اللي جابيها لعندك لهنا؟ شاف ما نقول لك سيمبول ما نقول لك داسيا لا كولير هي اللي نشاف عليها جري. تفضل معنا الفرقة لمواصلة التحقيق. عند استجواب أحد الحلاقين المتواجدين في المنطقة صرح أن شاكر جاء إليه في يوم عرسه. فورها حول الحلاق إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لجندل وعرضه على مكتب النظام التعرف الآلي على الوجوه للتعرف على صديق الضحية شاكر. شو أخي غادي نطرح عليك بعض الأسئلة. تعطيني مواصفة تقريبية للشخص المشابه فيه. أنا غادي نعرض عليك بعض الصور وتسقول لي إذا هو ولا لا. مواصفة الأولى تقدر تعطيني لون الشعر تاعو؟ إيه شعرك حل. تقدر تعطينا طول تاع السيد؟ جاي طويل شويه 170 175 هكا. والبنيه الجسمانيه تاع اسكو ضخم ورقيق؟ جاي بروحه شويه نورمال. جاي بروحه شويه يعني شخص عادي؟ اي شخص عادي. ماركش عاقل على كاش حاجه هكا علامات خصوصيه ضربه في وجهه خانه وشم في يده؟ عنده نورمال خانة هنايا وندبه هنا في راسه. واش من جهة الخانة؟ جهة اليسرى. جهة اليسرى من الرقبة. شو الآخر؟ غادي نعرض عليك بعض الصور وحاول تعرف على الشخص المشتبه فيه. اه ما كاش مشكل. هذا؟ لا يمشي هذا. هذا خاطئ. اه شي هذا هو. زيد شوف معايا هذا. لا شي هو. زيد شوف معايا هذا. لا مش هذا. هذا. لا مش هذا. شي هذا. زيد شوف معايا هذا. زيد شوف معايا الشخص. ايه هذا هو. هذا هو. هذا هو. بعد استغلال سماع الحلاق وعرضه على نظام التعرف على الصور المكشوط تم الوصول إلى المشتبه فيه الأول أنس. بعد البحث والتحري وتفعيل عنصر الاستعلام تم تحديد مكان أنس.
بعد وضع خطة محكمة تنقلت فصيلة الأمن والتدخل على جناح السرعة لتوقيفه. مصنوتي خاطيني يا زعف. خاطيني فتشوم ليه؟ خاطيني يا زعف. خاطيني اطلقني الزاف سدرت انا سدر ما درت والو الزاف الزاف ما درت والو اطلق لي الزاف الزاف ما عندي والو الزاف حول العربه. تم توقيف انس وتحويله الى مقر الفرقه للتحقيق معه وللاستماع لاقواله. بعد أخذ الإذن من وكيل الجمهورية تم تحويل السيارة إلى مقر الفرقة لإخضاعها للمعاينة من طرف خلية الشرطة التقنية. الحق هو مساعد. هذا حجز رقم 7
عبارة عن عينة من بقعة حمراء لون محتمل تكون دم، رفعناها من السيارة تاع المشتبه فيه ونضيفوها للمحجوزات اللي راح نبعثوهم للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام لإجراء التحاليل عليها. فهم. أنس، على بالك على كيفاش وقفناك؟ لا ما على باليش، أنا البارح كنت نخسر في الطروبي تاعي تبردوني لي جوندار. استراحي هنايا عندكم. والبارح وين كنت؟ البارح كنت نونطرين صالة سبور. تعرف شاكر؟ نعرفو شاكر وليد حومتي. على بالك باللي مات؟ على بالي يا ربي يرحمه. شحال عندك ما تلاقيتش به؟ واحد سمانة ولا سمانتين. المعلومات اللي عندنا البارح كنت أنت مع شاكر عند الحفاب. كي كملتو راح معاك في السيارة. السيارة تاعك. شاف روحي. أنس احكي لنا الحقيقة واش صرا البارح؟ البارحة شاف كنا مريحين أنا وشاكر الحومة. كنا نهضروا على العرس. هي من بعد جاب واحد كان يسأل دراهم. ومن بعد هنا قال له شكون هو؟ يسموه مروان. ما هناك قعدنا حتى جاء او كي جاء قال لي او شكر او جاوب حتى انس خويا ما تنساني السمانه الجايه عرسي وكامل راك تعرف طوموبيل تاع عروسه راني تاكل عليها طوموبيل تاع العروس عليا خويا شاكر ولا ندبر راسي بيه ما تخممش كاع على بالي خويا والله على بالي انس راني لهنا يا حبيبي ودي حبيبي راني فيك تيف لا غير بسيط يا خويا دي جو جاي واحد يسالني إيه شكرك في حومتي اش قالوا لك راح تتزوج تروح مي كيفه يودي على بالي عيط لك ما تليفون دي شاليه ولا تتهرب من دراهمي خسار عليك خويا والله لا ماشي هكا لا الله غير خسار عليك يا مروان خويا راني لهنا يا مصير على بالي بليك تسالي ماشي ما نجيبلكش دراهمك نكمل عرسي منا غير نكمل شهر شهرين نعيط لك بامانتك بالقلب الصافي وانت خويا العزيز وربي يحفظك ليا تاعي شهر لا اسمع جريتني في دراهمي زيد متري بوندي شاليه نعيط لك نقول لك نعيط لك متري بوندي شاليه تسمى نقول لك قبل عرسك تسنى مني كلش واوتشي انا قلت لك اوتشي خلاص حبيبي شاكر ما تقلقش كاع راني هنا حبيبي ولا يقول له يا خويا يخبط فيا انا في كتفه ويقول له دي محسوب لك ما تعطينيش دراهمك دراهمني سلام له قبل عرسك نخبط لك شكلت دورية من الدرك الوطني من أجل توقيف المدعو مروان إسنسيال عبد الله كيما قلت لك غادي نفروها صاي صاحبي ما درت يا شاب ما درت والو علاه جيتو لي يا شاب والله ماني داير حاجه ماني داير والو تم توقيف المدعو مروان واخضاعه للتحقيق مروان البارح وين كنت؟ البارح كنت قاعد في الحومة نورمال قاعد مع ولاد الحومة بدخلت للدار حتى ما كانوش درت البارح تعرف شاكر؟ شاكر عارفه شاكر وليد حومة وجاري ونورمال ربي يرحمه ويسعي عليه على كل حال على بالك شاكر كيف مات؟ على بالي سمعت كيما انا كيما الناس صابوه مرمي في الطريق وانس تعرفه؟ انس
انس ايه انس نعرفه صاحب شاكر وغير كيما تلاقيت بيهم صح على غير خير شاف واش كاين انس صرحنا باللي راك تسال دراهم شاكر ايه صح نسالو دراهم وعنده شحال هذه باللي نسالو دراهم والضرب سمعاه ضربت معاه بعدين تشوف القتل لا لا ما وصلش لهذا الشيء مشي على جد دراهم انا نقتلو لا لا ما نقتلوش انا صح ضربت معه صح باليدين بركي ما كان والو شافو من بعد سلكو بيناتنا دخل فيها انس صح رغم غموض القضية الا ان رجال الدرك مستمرون في تحرياتهم للوصول للفاعل الحقيقي تفضل كرمك يا عمرو ولك الاحترام مساعد تفضل ريح هذا جات نتائج خبرة وصلت من المحد وكانت عينة الدم اللي رفعناها من سيارة المشكوك فيه هي نفسها نتاع الضحية بالإضافة إلى العينات اللي رفعناها من كشف الأظافر للضحية تعود لجنس أنثى نتائج الخبرة العلمية أكدت على أن عينة الدم المرفوعة من سيارة أنس تعود إلى الضحية شاكر مساعد عاود اسمع المشتبه فيه أنس للمرة الثانية وافيني بالمستجدات مفهوم حضرة بعد وصول نتائج الخبرة من المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي تبين أن عينة الدم المرفوعة من السيارة تعود إلى الضحية أنس صرحت لنا في الأول أن مروان يسأل الضحية دراهم وهده بالقتل نعم سيدي كان يسأل دراهم هو وديجا دبسوا قدامي وأنا سلكت بيناتهم ما تكينا هو راح وحده وشاك راح وحده أنس عينة الدم اللي رفعناها من السيارة تاعك رسلناها لمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام يبوشاوي والنتيجة كانت مطابقة لدم الضحية نزيدك عينات المرفوعة من خلال قشط أظافر ضحية تبين وجود آثار بيولوجية تعود إلى جنس أنثى هذا يعني كاينة امرأة معاكم في السيارة شاف أنا خاطيت أنس حكينا الحقيقة هذا شاكر كان يعرف واحدة اسمها مالك وهي اللي عيطت لي في التليفون قلت لي بلي راني باغي نتلاقى بشاكر وهي ديجا عندها ملي تعرفوا عندها 4 سنين 5 سنين هكا بروغرام تاع كيف اليوم شاكر راك تعرف روح دوكا لازم نروح ليها الحفاف باسكو عيد بزاف اليوم راه عند ايمن تانا روح عند ايمن هو حبيبي ستيكيك حفف لي وزيد روحك لازم نستيكيك شايف من فوق على وجهك كيف هذا وافر وكيف نحفف ما در روح الريح ديالك يا حبيبي انا لقيت شويه انا قعدت ونقصر عند الاسبوع هذا وافر بها ان شاء الله ان شاء الله وتولي عريس الله الله ورب بارك عليك ان شاء الله وحشي يدبر راسك بالحشا الجماعه الصحابي راهم جايين وانا جاي انا راني واقف معك ماشي برو راني معك ايمن مش يا اخو اروح يا اخو هذه هي تاجر اخذ سيبه العزيز الغالي صافا اخو بيان انت سيبه اخو علي حبيبي اخو يوم انسان صافا يا اخو انتك صحتك بيان انت ايمن صحتك بيبي صافا اصلا عارف ايمن اليوم نهار ودي باينة صحبي انا نستنى فيك حبيبي اللي جاك يعيط لي على بالي يا بالي يا صار عليك حبيبي صحتك اخويا العزيز شوف دوك راني حاب لهم ندير تحميم صح قبل التحميم نروحوا نفروا هذا الشغل واش مشغول هذا ثاني
حاجه لازم نفريها ضرب بشريه بشريه معك في العرس من بوجيش كامل بس ما تطولش حاجه خفيفه برا شوف انا لازمني نحل بس نقعد نعاونك في العرس من بوجيش كامل خلاص داك وروح روح روح اكتيفي هاي زيت لك الدنيا اليوم روح روح اكتيفي بس شغل تاعك هذا والله غير عييت بالخف صاحبي هذاك مقلق هذيك فاش علاش نقلق عييت والله مقلق صاحبي بزاف مقلق هو هذا شغل تاعك هاي انا دقيقه بالخف ونفروها وين هنايا هنايا بالخف هنا هذه واش جابها تقلقش يا صاحبي هذه واش جابها هنايا واش جابها كيف هذه ما نتقلقش كيف هذه ما نتقلقش اليوم عرسك باغي تخسر لي عرسي تايا هذه واش جابها هنايا يعني حاب نفهم اللي حاب نفهم هذا اليوم عرسي اليوم عرسك حابين ديروا لي مشاكل حابين ديروا لي مشاكل بالعي فمك زوج عرسك غدوه ما تحشمش نزيد تكالموا تكالموا انت وياه واش جابها لا لا صاي سكت تكالموا تكالموا كيفاش انا شعل عندك عشره معايا يا قلت لي خلاص كل شيء بيناتنا خلاص واش جابك هذا قاعد وتكالمه وتكالمه صاي انت يا تكالمه اضرب بالسياسه اضرب بالسياسه يا ربي ربي يخسر لي عرسي باغي تخسر لي واش جابك هنايا كي حاب تخسر لي عرسي اضرب بالسياسه بالسياسه تكالمه وتكالمه روح خطيني 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 صاي كرهتك خطيني صاي شاكر تكالمه واش جابك تايا انا تكالمه تكالمه انت تقلق دوك نفروها بالهضره ما تقلق ما تقلق تكلم هذه واش جابها بالله فمك انت ما تهدرش بابا ويماك ما قبلوش بابا ويماك ما قبلوش بيا والديك وعلاش بديت معايا كامل مع الاول راني رايح نتزوج روحي بعدين يا اخي بروميس لي بزواج العشره اللي كانت كامل بيناتنا بين ليله ونهار راحت يا انت يا انا ما كاينش زواجك حاب تهبني كلش راح كلش بيناتنا ما كاينش خيوط القضيه امتدت الى مشتبه فيه اخر تدعى ملاك مادام نديتهم قعدت خليتهم ثم وصلتهم للبلاصة ورحت وخليتهم بعد أخذ الإذن من وكيل الجمهورية توجهت دورية الدرك الوطني لتفتيش منزل المشتبه فيه ملاك علاش راكم مدين بنتي انا غير خير علاه بنتي عاقله علاه ما كان والو الحال التحقيق عادي وما يكون غير خير ان شاء الله ما
ان شاء الله ان شاء الله ما يكون خير ان شاء الله. حولت ملاك الى مقر الفرقه لاستجوابها. ملاك تعرفيه شكر؟ ايه نعرفه، كنت معاه مقبل ومن بعد كي خطب سيبون كل واحد راح في طريقه. سمعتي باللي مات؟ ايه سمعت، ربي يرحمه. انس تعرفيه؟ ايه انس نعرفه، كنا كامل نقراو في لافاك. بصح علاش غير الخير؟ انس راه صرح لنا بلي ما بغيتيش باش شاكر يتزوج، وراكي تضاربتي معاه، واش تحكي لنا؟ لا ما تلاقيت بهم غير هكا، جازوا عليا سلام سلام ابخي راحوا ما دابزناش. صباح الخير هذيب. بخير. عندنا قضيه قتل عمدي مع سبق قيصر وترصد، هزينا البصمات من مسرح جريمه وجبنا المشتبه فيها، باغي نهزوا البصمات باش نديروا مقابله. مرحبا تفضل. شكرا. بعد إنكار ملاك للتهم الموجهة إليها، تم عرضها على النظام الآلي للتعرف على البصمات. عطيني الإبهام تاعك اليمين واليسار. ولكن احترام مساعد، تفضل ريح. هذا الأخير جاءت نتائج خبرة من المحل ليتأكد تطابق البصمات المشكوك فيها ملاك مع البصمات أداة الجريمة السكين. نتائج الخبرة العلمية على الدلائل المرفوعة بمسرح الجريمة أكدت على تطابق البصمات المرفوعة على أداة الجريمة وبصمات المشتبه فيه ملاك. راجع الدليل العلمي وجاء به. للمرة الثانية تم استجواب المشتبه فيه ملاك من طرف قائد الكتيبة. ملاك، في التصريح الأول تاعك أنكرتي علاقتك بجريمة قتل المرحوم شاكر. هاي خاطيني أنا مدرس والو. نتائج الخبرة الواردة إلينا من المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي أكدت تطابق بصماتك مع البصمات المرفوعة من السكين أداة الجريمة. خاطيني ما درت والو انا. ملاك، الانكار تاعك ماهوش في صالحك، احكي لنا الحقيقه من الاول للاخر. هي بصح هو خدعني، شغل لو كان ماشي خدعني ما نديرش كامل هادو صوالح. بون الحكايه بدات كي جات لي صحابتي للدار. جوزي مرحبا. واش هادي غيبه مش كامل تجي ليا؟ لا غالب راني مع القرايه كي تعرفي. مي كومام القرايه واش حتشدك كامل؟ ايه كيما كش تقراي انتيا راك تقولي هكا. ايه سمحتي بوش صرا؟ واش هذيك السوله بسحبتنا؟ ايه تخطبت والله. ايه والله ميتا عندها واحد سمانه هكاك. ايه بالبركه عليها. اي سلمت لعقو بالينا. ان شاء الله. ايه يا لالا سمعتي بجديد ولا مازال ما سمعتيش؟ تا واش اللي كنتي معاه راح يتزوج. شكون؟ شاكر. شاكر حيتزوج جاكي منيتك تما وان برومي لي مزواج حيزوج بيا غد وانا انا العروسه. كنت جايزه على دارهم سمعت صغاريت وبالك ماشي هو بالك الجواري جو سي با. كي سقسيت قالوا لي شاكر راح يتزوج وغدوة عرسو. قلت لك ما تامنيهش.
ابخي وراها رفدت بورتابلي عيطت لانس صاحبو. بون شغل انس هذا كان يقرا معنا ايتو عيطت له ومن بعد قلت له معليش اسكو سقسيتو في الديبي على عرسو. الو 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 وي مالك صافا؟ انس نسقسيك عفسه بلي كذب بصح شغل راني حابه نعرف واحد العفسه وجات جاو شغل وصلوا لي الخبر كامل لا راني حابه نكونفيرمي سورسين. صاحبك شاكر البخوش تاعك صح غدو راح يتزوج عرسو غدوة؟ علاش راكي تسقسي بلي كذب؟ لا لا ريبوندي لي نورمال. اي غدوة يتزوج تسمى غدوة عرسو هذا؟ اي غدوة يتزوج. انيس تروندي لي سيرفيس صغير. اسمع شوف غدوة تستحق شاكر راني حابه تجيبه لي سامعني تبارك نتلاقى به نحكي مع صوالح نسي نشوف. شغل غير هادي هذا ما كان هادي العفسة برك سي كيفاش صح اخويا تعيش ما كاش مشكل نعود نعيط لك. اي داكور ليسونسيال غدوة عيط لي كي تكون معاه ولا وما تقولوش بلي اني جايه. باي باي صحه. ايا صحة صحي خويا صح. تزوج ويخليني هذا مريض على بالي والله غير مريض. ومن بعد كي جاء انس ليا تلاقيت به هو وشاكر جاب مع شاكر ومن بعد كي ركبت في الطوموبيل شغل ضربنا بالهضره وكامل ومن بعد هو قال لنا دوك نديكم بلاصه فارغه وحكوا فيها بعد دانا لواحد بلاصه ايزولي محت فيا بالسهل. شاكر قاري قاري هنا قاري حطيتي انت ما كان تبعني راني كان شاكر روحي بعديني اخطيني واش خاصك واش خير كيفاش واش كاين حسيت واش تخليني اخطيني كرهتك كرهتك كرهت العشره اللي عشتها معاك اخطيني يا بتل اخطيني اخطيني مع حياتي يا ربي شاكر صبرني نهضر معاك شاكر واش خاصك شاكر كرهتي لي حياتي كرهتي لي حياتي كرهتي لي حياتي يا مصيبه كرهتك كرهتك اخطيني خليني نعيش اخطيني اخطيني شاكر يا ربي شاكر شاكر واحد نهضر معك دقيقه شوفي يا بنتي شوفي يا بنتي نهضر معك هذا هو واحد سلا علينا انسان احنا نتزوج وهذا نهاري انا يا عندي امراه ولازم عليا نتزوج ما كاتب الله هذا انا ماذا بيا نفرح لك في حياتك وانت تفرحي لي في حياتي شاكر تخوازون جاتك سهله سمحت فيا بالسهل شغل تعبي الليله ونهار رحت وتزوج جاتك نورمال ما خممتش في باسي شغل جوزناهم كامل كيف كيف هذوك اللي جوا حاجه تاع ربي ما كتبش المكتوب على بالي بلي 10 سنين انا وياك ماشي حاجه سهله بصح هذا ما كاتب الله لازم تفهمي هذا الشيء ماشي حاجه سهله راني مضروب انا دوك لازم عندي عرس عندي لبس كوستيم تاع الناس يستناو فيا ام كامل الناس يستناو فيا عيتيني والله غير عيتيني ما فهمتش انا كي جاوا خطبوني شحال من واحد جا خطبني وانا واش قلت لهم لا لا واي واحد جا ليا واش ندير واش ندير سيد باش نجي نخطبك عييت نسي ما صدتش ما صدتش عليها وين انا يا حتمت عليا باش نتزوج انا قعدت على جالك وريحت على جالك وانت يا في دقيقه سمحت فيا تحسبوا انت مالك ما كاش صاي راحت قعدت على جالك انا لو كان راني مخطوبه ولو كان راني تزوجت وراني بدراي 3 شكون قالك ما تزوجيش تزوجي تزوج على روحك انا لازم نعيش حياتي مسحتك منه ومسحتك منه انا لازم نشوف حياتي عندي عرسي اليوم مانيش حبو يخسر ولا حبيتي تعيشي حياتك عيشيها من دوكا صايي بيني وبينك خلاص باركات شاكر اهرب
واش درتي؟ ملاك راكي مشتبه فيه في قضية جناية قتل القتل العمدي مع سبق الإصرار، راح نحرو ضدك محضر ونقدموك للعدالة. بصح وعلاش يا جفو وخداني؟ بعد سماع المشتبه فيه ملاك للمرة الثانية ومواجهتها بالدلائل العلمية اعترفت بالجريمة المنسوبة إليها. بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم الأطراف المتورطة أمام العدالة. تم الحكم على ملاك بثلاثين سنة، وتم الحكم على أنس بخمسة عشر سنة. في الأخير يبقى الرقم الأخضر 1055 والموقع الإلكتروني www.ppgn.mdn.dz في خدمة المواطن. هي بالسهل. قضية اليوم كانت صادمة، لكن الأهم أننا استخلصنا الكثير من العبر، ولهذا يجب علينا أخذ الحيطة والحذر أثناء اختيار محيطنا الذي نعيش فيه. فطريق الإجرام مهما طالت ليس لها مخرج، ومصير المجرمين دائما واحد، الردع أو الهلاك. وعملية الاشتراك في الجريمة أو مساعدة الجاني يعرض الشريك لأقصى العقوبات. أخلص تشكرات لمصالح الدرك الوطني لولاية عندفلو. نهاية عدد اليوم، تقبلوا تحياتي وتحية طاقم العامل معي. أمسية سعيدة.